تعالوا بقى دلوقتي نعمل كمان لانشون اللحمه ونطلع الفرق بين الاثنين. المقادير بتاعتنا: نص كيلو لحمه مفرومه اي نوع، عندي كمان معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره فلفل، معلقه صغيره حبهان، معلقه صغيره توم باودر. هنا الحبهان والتوم الباودر ازيد من الفراخ، الفراخ كان البصل باودر هو ازيد، هنا التوم الباودر هو اللي ازيد، والحبهان كمان ازيد، وكمان الفلفل الاسود ازيد، كل ده اللي بيمشي مع اللحمه. نص معلقه صغيره بصل باودر، هنا بقى معلقه كبيره بابريكا، ويا ريت البابريكا الاسباني لان هي بتدي لون حلو بيخليكي ممكن ما تضيفيش لون غذائي احمر. وعندي 3 معالق كبار زيت، نص كوبايه نشا، معلقه كبيره بيكنج باودر اللي هو ما يعادل كيس بيكنج باودر بحاله، وبعد كده مكعب مرقه لو حابه تحطيه، وكوبايه ميه متلجه، وده اللي اتفقنا عليه. لا مش هكمل، انتوا هتكتبوا لي على اللايف دلوقتي. ولون احمر غذائي لو حابه، يعني لو حاسه ان لونه فاتح قوي مش زي اللي بنجيبه من بره، بس طبعا ده طبيعي يا جماعه، يعني طلع منك فاتح، طلع منك غامق، ده طبيعي. انت بتعملي لانشون في البيت، انت مش مصنع عشان تطلعي اسطمبه، انت في البيت، فاللون ده مفيش فيه اي مشكله خالص بالنسبه لك. اول خطوه هنعملها اللحمه المفرومه، حطيتها في الفريزر نص ساعه، يعني دي جايه لي كده مثلجه، وبعد كده حطيت تلج او ميه في الفريزر وطلعتها هشتغل بيها. دول اهم خطوتين معايا. هنعمل ايه بقى؟ بسم الله، زي ما عملنا في الفراخ هناخد اللحمه الاول نفرمها فرم ناعم. يعني انت ممكن مثلا دلوقتي تقولي طب ما هي مفرومه يا شيف هاله. لا، ده احنا هوريكي دلوقتي هتتفرم اكتر، تنعم اكتر معايا ازاي، عشان ما تدينيش قوام خشن لللانشون. يعني كل ما اللحمه المفرومه اتفرمت ناعم جدا جدا، اديتك لانشون ناعم جدا جدا، فانت ما تعتمديش على الفرم الجاهز اللي انت جايباه. نفس السؤال لو ما عنديش كبه، برضو هنعمل ده في الخلاط، بس قطعه قطعه مع شويه ميه، بشويه ميه من الميه اللي موجوده في المقادير. نقفل بقى كده، نفس الحكايه. العلامه المميزه ايه؟ ان هي تلف على نفسها وتعمل لي قرطاس كده في جنب. ماشي، يلا بينا، بسم الله.